يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو 16 في بروكسل اليوم لمناقشة خطط التقشف للتغلب على المشاكل المالية التي تواجه ميزانيات العديد من دول اليورو. تتركز المشاورات حول سبل الحد من الديون الحكومية ومناقشة تطور الميزانيات في اليونان وإسبانيا والبرتغال بصفة خاصة. تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار وزراء مالية اليورو صندوق دعم الدول المتعثرة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لمنع أزمة الديون من تقويض الاقتصاد الأوروبي.